طابت أوقاتكم. شباب يجدون بديلا عن مؤسسات الدولة والتوظيف الحكومي بإيجاد فرص عمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما هو رأيك؟ مهند عبد الرزاق يتساءل، هل هذه حلول لجيش من العاطلين عن العمل؟ يضاف إليهم آلاف الخريجين سنويا دون خطة أو استراتيجية واضحة لاستيعابهم من قبل الحكومة، لذلك تجدهم دائما يردد أحدهم، أنا أسير في مصير مجهول وواقع مؤلم لا مفر منه ونحن غرباء في بلادنا. صفاء حميد الوردي، فكرة جيدة وأفضل من انتظار التوظيف الحكومي وإضاعة الوقت في ظل الظروف التي يمر بها البلد والتقشف وسيطرة الأحزاب على أغلب الوظائف الحكومية، لابد من حلول وخطوة جيدة، وأكثر الشركات اتجهت نحو مواقع التواصل الاجتماعي. وليد خالد المعموري، أعتقد هنالك عدم مبالاة من قبل الدولة للشباب، وهذا الذي دفعهم للبحث عن فرص عمل علها تسهم بسد رمق حياتهم، كون أغلب الوظائف في الحكومة محجوزة مسبقا للأحزاب وذويهم، وباتت أشبه بالتوريث والحكر لهم وحدهم. عباس والي، من الصحيح التوجه للقطاع الخاص بسبب الترهل الوظيفي في دوائر الدولة، مما يتطلب عناية ورعاية القوانين الحكومية لهذا القطاع والعاملين به. جعفر حسن، هذه المبادرة تأتي بعد فشل الحكومة، لكنها لا تلبي طموح الشباب من حملة الشهادات العليا، يخشى مصادرتها من قبل الأحزاب كدعاية انتخابية. أخيرا تبارك الشمري، شباب بلا عمل دفع البعض منهم للعمل بوسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا تكوين جيوش إلكترونية ودعم أشخاص والتسقيط والطعن بآخرين. قلة فرص العمل التي توفرها الحكومة وكثرة الخريجين العاطلين دفعت بعض الشباب للبحث عن فسحة للأمل بين الأزمات الكثيرة التي تعيشها البلاد. مجموعة من الشباب اعتمدوا وسائل التواصل الاجتماعي في التسويق لبضائع ومنتجات وجدوا فيها فرصة للبدء بمشاريع صغيرة. استبرق حسن معها التفاصيل. مجموعة من الشباب اعتمدوا بتسويق بضائعهم على منصات التواصل الاجتماعية كالفيسبوك والإنستغرام، عبر الترويج لها ونشرها بصفحات مدفوعة الثمن لمختلف البضائع من الملابس والمكياج والأثاث المنزلي وغيرها، في محاولة منهم لكسب المزيد من المتابعين، بالتالي زيادة إقبال الناس للشراء منهم. التسوق الإلكتروني فشيء مهم بالنسبة للمجتمع العراقي، لأن أكو ناس محافظين ما تخدمهم أنه يطلعون مولات أو محلات تجارية، فهذا الشيء يخدمهم. طبعا احنا عندنا صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بس صفحات للترويج فقط ليس للتسويق. في حين بين بعضهم انه لم ينتظر التوظيف الحكومي واعتمد على مشروعه الخاص عبر التسويق والترويج الالكتروني لمختلف البضائع والسلع والبيع والشراء من المواقع الإلكترونية. أنا عندي محل بعقوبة أشتغل يعني مع تصليح سيارات. ليش مرة جابوني مكان هم مال تصليح سيارات، وقمت يعني متواصل وياهم على النت وعلى الفايبر ولا عادي يعني. أنا متخرج بس ما كنت يعني عندي شغل يعني صنع بيدي، حفيد يعني اشتغلت يعني وطورت أهلي يعني. بالنسبة لي أنا والدي يعني ماكو خطف، فشلت عائلتي وهاي بهالصنعة هاي. المتبضعون خصوصا من النساء كان لهن رأي بموضوع التسوق الإلكتروني، مؤكدات أنه يختصر الوقت والجهد بأجور توصيل لمنازلهن تتراوح بين 5000 و15000 دينار عراقي. موظفين ما نقدر نطلع باستمرار للسوق، فالإنترنت يكون أسهل من تشوفين بضاعة تعجبك وهاي، جيبوا لنا توصيل للدائرة يجيب لي أكثر من قطعة أختار، أو إذا ما عجبتني أدفع بس فلوس التوصيل اللي هي الخمسة، فكلش فتشي حلو يعني يعجبني. طبعاً أنا متسوق عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي على انستغرام وفيسبوك، واليوم جينا للمول وأخذنا يعني مثل ملابس وهاي اشترينا للعيد. استبرق حسن، الحرة، بغداد.